بينضم إلينا هاتفيا الآن دكتور مصطفى الصغير مدير عام أثار الكرنك. دكتور مصطفى تحياتي لحضرتك، وبنهني نفسنا وبنهني حضرتك كمان بهذا الحدث العظيم الذي يعني شاهده العالم كله في الأقصر الجميلة. ويعني خلينا نسأل عن الكرنك واستعداده لهذا الحدث وما بعد الحدث. الحقيقة هل في خطط ممكن إن احنا نشوفها جديدة في الكرنك خلال الفترة اللي جاية؟ تسلمي طبعا لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. هي فعلا بوجه التهنئة لكل شعب مصر بهذه الاحتفالية المبهرة التي فعلا تليق باسم مصر في المحافل الدولية. فعليا وزارة السياحة والآثار لا تألو جهدا في خلال فترة التعداد لما قبل الحفل وحتى الآن. في يمكن خطط طموحة جدا تقوم بها الوزارة من أجل الوقوف على تطوير المواقع بشكل جدي، تقديم الخدمات للزوار في مختلف المواقع الأثرية، طبعا القيام بأعمال الحفائر والاكتشافات والترميم اللي هي من شأنها طبعا الحفاظ على المواقع الأثرية واستمرار تطويرها عبر السنين وهكذا. فطبعا ده بيبقى فيه نوع من أنواع التطور علشان يواكب كل التكنولوجيا الحديثة الخاصة بإدارة المواقع الأثرية. ما بعد الاحتفال هل في استعداد خاص يعني في الكرنك أو يعني تطوير جديد؟ بالتأكيد بالتأكيد. يمكن دلوقتي بما أن طريق المواكب الكبرى ربط ما بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر، فالتطوير بيشمل المنظومة كلها طبعا، لأن ده كده يعتبر هو حول الأقصر لواحدة من أكبر المتاحف الأثرية المفتوحة على مستوى العالم. وبالتالي حاليا تم ربط معبد الكرنك بمعبد الأقصر من خلال طريق الكباش. في عندنا حاجات كتير جدا، يعني احنا مثلا دلوقتي بنطبق منظومة التذاكر الإلكترونية منذ يوم أمس. في طبعا تقديم لخدمات مختلفة للزوار، لوحات إنشادية، خدمات يعني مبيعات مثلا لبعض المشروبات والاستراحات وتقديم كل الخدمات الخاصة اللي بيطلبها السائح في زيارة المناطق الأثرية من أجل عمل خدمة لائقة تليق بالمردود الثقافي الكبير جدا اللي هي مصر بتحسب حجمه حاليا علشان تضاهي بدول العالم كلها. دكتور مصطفى أيضا أجدد الترحيب بحضرتك بعدما رحبت بحضرتك آية عبد الرحمن قبل قليل. من واقع عمل حضرتك في معابد الكرنك وفي قطاع الآثار المصرية بشكل عام، أين يكمن مبعث انبهار السائح الأجنبي الذي يأتي قاصدا هذه الحضارة المصرية العريقة القديمة الباقية حتى هذه اللحظة؟ ما هو الجزء الذي يبدو مثيرا للأسئلة من وجهة نظر السائح الأجنبي حتى يبقي على هذا الود مع الآثار المصرية؟ طبعا تحياتي لحضرتك. هو بالتأكيد يمكن عناصر الإبهار في الحضارة المصرية أو في الآثار المصرية متنوعة ومتعددة. عندما يعني نستقبل الزوار عندنا في الكرنك، الكثير منهم ينبهر عن ضخامة هذه المعابد، كيف قام المصري القديم ببناء هذه المعابد الضخمة، دقة النقوش المصرية القديمة اللي موجودة على الجدران، استخدام تكنولوجيا مهمة جدا قد نتخيلها ان هي بسيطة ولكنها مركبة وفي نفس الوقت فعالة بشكل كبير جدا في البناء في العلوم المختلفة. دي كلها بتبقى مسار للإعجاب بمصر القديم، لدرجة ان في بعض الناس بيتخيلوا ان دي مش حضارة من صنع الإنسان. الواضح ان طبعا كان في تميز فعلا للمصر القديم في المنشآت في علوم هي مش يعني قد لا تبدو المسألة مرتبطة بالتميز فقط يا دكتور مصطفى، لكن هي تثير حالة من عدم المنطقية قياسا بمعايير ومواصفات ومحددات 3000 سنة مضت. يعني أن يعكف إنسان على بناء أبنية بهذا الشكل وبهذا المستوى بهذه الضخامة وفق تكنولوجيات بناء مجازا يطلق عليها تكنولوجيات فيدشن هذا العمران، هذه مسألة لا تبدو منطقية بمقاييس العقل يعني. والله حضرتك يمكن انا استمعت لمداخله الدكتور خالد سعد قبل مني واتفق معاه تمام الاتفاق ان فعلا الحضاره المصريه هي حضاره قائمه على العلم. العلم نعم. وايضا الاتقان، لان هم دول سبب فعلا ان الحضاره المصريه حضاره صامده حتى وقتنا هذا. بننبهر كل يوم باثارها العظيمه والخالده
الاكتشافات اللي احنا كل يوم بنكتشفها، وبنجد كيف ان المصري القديم تعامل في حياته بشكل كبير جدا من التقدم والرقي والحضاره. مش بس كده حضرتك، حتى بنتكلم عن العلوم الهندسيه ولا الفلكيه ولا الانشائيه، لا بالعكس، حتى العلوم الادبيه الاخلاقيه دي كلها برضو كانت حاجات مهمه جدا كان بيتمتع بها المصري القديم بسمو اخلاقه ورقيه في التعامل. كلها حاجات لمسناها من ما وصلنا من برديات وثقافات تحمل بعض النصوص التي توضح كيف كان المصري القديم يتعامل برقي، ما زلنا حتى يومنا هذا نتعلم منه الحكم والنصائح والأدب. نعم دكتور مصطفى، يمكن حضرتك أشرت كده في إجابة السؤال الأول ليك، وأشرت كده لمعابد الكرنك، ويمكن اللي معروف عندنا إن هو معبد واحد مش مجمع معابد. لو حضرتك توضح لنا برضو الحقيقة التاريخية دي عشان برضو اللي ما يعرفش يعرف هذه المعلومة التاريخية المصرية القديمة. معابد الكرنك هي واحدة من أكبر المعابد أو من أكبر المواقع الأثرية المفتوحة يمكن في العالم. مساحتها حوالي 260 فدان، تضم بين جنباتها حوالي 16 معبد، ده غير العناصر المعمارية الأخرى المترامية الأطراف، وكل أثر منها يعتبر شيء مهم جدا في حد ذاته. معبد واحد أو مقصورة واحدة من المقاصير اللي بتضمها معابد الكرنك، لو هو موجود في بلد في دولة ما مثلا كان ممكن يتعمل عليها فيلم وقصة كبيرة جدا. لكن هنا قيمة عظمة الأقصر نفسها وقيمة معابد الكرنك إن هي بتحتوي على كم هائل جدا من الآثار المهمة، الآثار الفريدة، ثلث آثار العالم زي ما معروف طبعا المعلومة دي. بالضبط، يعني هو طبعا مش بس يمكن بالكم ولكن حتى في الكيفية، في الندرة والندرة طبعا. فبالتالي ده شيء بيميز الأقصر عن غيرها من المواقع الأثرية في العالم كله. دكتور مصطفى، هل صادفت سائحا أجنبيا من أولئك المغرمين بالحضارة المصرية ممن وفدوا إلى الأقصر إلى معابد الكرنك أو إلى غيرها، كان على دراية وربما دراسة ومساحة معرفة من الاتساع بحيث طرحت على حضرتك الأسئلة كيف لهذه الحضارة أن تكون ممتدة هذا الامتداد إلى حيث تصل إلى أصقاع حول العالم؟ والله قابلت المئات منهم، مش بس فرد واحد أو اثنين، لا المئات. في ناس كثيرة جدا جدا بتبقى عندها شغف وحب كبير جدا للحضارة المصرية القديمة، وفي أنا أعرف بعض الشخصيات منبهرة مثلا انبهار خاص بمعابد الكرنك، بيعتبروا نفسهم هم مرتبطين روحانيا ووجدانيا بمعابد الكرنك، بالحضارة وبالعراق اللي موجودة فيها المعابد دي. بتبص حتى على صفحاتهم الشخصية على صفحات التواصل الاجتماعي، كل شوية بينزلوا حاجات عن الكرنك كما لو كانوا أنهم يعني ولدوا في الكرنك وارتبطوا به ويعني بقى جزء من حياتهم بشكل كبير. عشان كده يمكن في كتير جدا جدا من الأجانب أو الزوار في خلال زيارتهم مش بس مجرد أن هم بيأتوا بيتمتعوا بالمكان، لا ده خططوا وغيروا مسار حياتهم كله وابتدوا يعيشوا في الأقصر بجوار الأثار دي، ارتبطوا بيها. يمكن حتى حضرتك شفت في الفيلم التسجيلي اللي كان في الاحتفالية في بعض الناس الأجانب من جنسيات مختلفة سابوا بلادهم وجم عاشوا هنا في الأقصر مش بس الاستمتاع بالجو، لا ده علشان الشعب المضياف، الرقي في التعامل، التسامح، بالإضافة للبيئة الأثرية اللي هي عمرها ما كانت أبدا بترد واحد أجنبي، لا هي حضارة قائمة بذاتها متميزة دائما بتتسع لتضم الآخر. بنلاقي عندنا التنوع، الناس كلها بتقبل الغير، في ترحاب دايما بالغريب، عمره أبدا ما بيحس إن هو يعني بمعزل عن الآخرين، ولكن هي منظومة. طيب دكتور مصطفى، حضرتك أشرت لنقطة يعني أو كلمة في غاية الأهمية وهي يعني وصف التنوع. قد إيه كان معبد الكرنك أو مجمع معابد الكرنك بتشهد الكثير من المزج والتنوع التاريخي، سواء كان المصري القديم
مرورا بالعصور الوسطى، اليونان، الرومان، يعني كيف شهد هذا المكان الكثير من الفترات التاريخية الكبيرة والعظيمة والتي كان لها أثر في انعكاس أهميته التاريخية في الأقصر؟ معابد الكرنك هو محفل أثري كبير جدا، بيضم طبعا يعني أدلة أثرية تمتد عبر العصور، بداية من حتى عصور ما قبل التاريخ من خلال الحفائر اللي احنا وجدناها. بنجد فيها أيضا الحضارة المصرية القديمة بداية من عصر الدولة الوسطى وروعة النقوش الموجودة على المباني الخاصة بعصور الدولة الوسطى، انتقالا إلى عصر الإمبراطورية في عصر الدولة الحديثة. هناك أيضا الميزة التي يتفرد بها الكرنك، وهو وجود أثار لأغلب الملوك الذين حكموا مصر، سواء إذا كانوا مصريين أو لهم أصول أجنبية حكموا مصر، أو حتى يعني في عندنا مثلا أبنية للإسكندر الأكبر وهو موجود وقام بتمثيل نفسه في هيئة مصري، فرعون مصري قديم، بيقدم التقدمات إلى الآلهة المصرية أو المعبودات المصرية. هناك أيضا أثار يونانية رومانية منتشرة بالكرنك. أمام معبد الكرنك هناك ضريح من العصر الإسلامي برضو يعني له شأنه في رحاب الكرنك، وصولا إلى النقوش والجرافيتي التي تركها الرحالة والمستشرقين الذين أتوا إلى الكرنك. طب لماذا في هذه المنطقة تحديدا؟ يعني الأقصر متسعة وكبيرة، ولكن لماذا يعني مجمع معابد الكرنك؟ الكرنك هو يعني كان وما زال هو مسار إعجاب الكثير من الناس، لأن هو طبعا كم التنوع اللي حضرتك يمكن ذكرتيه في الكرنك ده هو ده السر. بنجد أثار من عصور مختلفة، من خلفيات ثقافية متعددة، كل الحاجات دي موجودة في الكرنك. فهناك من يقوم بالإعجاب مثلا بضخامة الأعمدة، آخرون يبهرهم دقة النقش، آخرون يبهرهم الألوان، آخرون يبهرهم تقنية الصناعة والبناء، آخرون ينبهروا بتعامد الشمس على المحور الرئيسي لمعبد الكرنك وهو بالتالي مرتبط بالفلك، ارتباط المياه البحيرة المقدسة بنهر النيل، كلها حاجات بتبقى مسار إعجاب لكل الناس. فبالتالي كل واحد فيهم بيجد ضالته في نوع الشغف اللي هو يتعلق به في الكرنك. دكتور مصطفى، أخيرا، حتى لا نبدو كما لو كنا نسير في المكان، بعدما هيئت البيئة في الأقصر وفق كل المعطيات ووفق كل الأدوات التي تريدها لتتحول إلى واحدة من بين أو واحد من بين أكبر المتاحف المفتوحة حول العالم، ما الأدوات التي نحتاجها حتى يتغير واقع السياحة في الأقصر ونجني من ورائها ما يتعين أن نجني؟ استغلال مثل هذه الأحداث الكبرى للترويج للسياحة المصرية هو عنصر مهم جدا، لأن زي ما احنا قلنا طبعا مصر تمتلك من الأثار ما لا تملكه أي دولة في العالم. التعامل الصحيح مع الأثار دي وتسويقها بشكل جيد جدا هينعكس بالمردود الكبير جدا على مصر واقتصادها والناس القائمين في صناعة السياحة وغيرها. فبالتالي احنا يمكن شفنا موكب المومياوات الملكية والمردود العالمي الذي كان عليه، ايضا احتفالية اليوم لا تقل عظمة بل تزيد عن الموكب. دي كلها رسائل بتوجهها مصر. احنا ماشيين اعتقد في الطريق الصحيح للترويج للإرث التراث المصري العظيم بشكل مبهر وبشكل جميل جدا. كان ينقصنا قديما قبل ذلك، ولكن حاليا هناك يعني نظرة مختلفة للتعامل مع الآثار ومع السياحة بشكل متطور يخدم البلد بشكل حقيقي. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور مصطفى الصغير، مدير عام آثار معابد الكرنك. أشكر انضمام حضرتك إلينا. شكرا جزيلا.